اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة روعة جدا جدا جدا. اللعبة نازلة بقالها، يعني هي نازلة من 6/6/2018، يعني بقالها تقريبا 11 يوم. لعبة عربيات جامدة جدا اسمها جرافل كولورادو كورو، سوري يا جماعة مش عارف انطق الاسم. جرافل كولورادو ريفر، مش عارف انا اللي حاطط الاسم ده، ربنا يسامحه. المهم اللعبة جامدة جدا 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 يا جماعة، معلش انا اتأخرت في تجربتها، بس زي ما انتوا عارفين يا جماعة مش كل حاجة ينفع تتعمل في وقتها، يبقى في ضغط فيديوهات كتير فبلحقش. فالنهاردة جت الفرصة اني اجربها لكم، ويلا بنبدأ الجيم بلاي. قبل اي حاجة يا ريت تنزلوا بس تعملوا لايك على الفيديو دوت، ويلا نبدأ. اللعبة شكلها حماس قوي يا جماعة. بلد السواق، نختار مصر. يا ترى يكونوا حاطين مصر في اللعبة؟ الله، حاطين مصر، حلو قوي. الدرايفر ماله؟ السر ايه؟ السر نيم؟ ده اسم السواق. طب ده اسمه وشهرته ولا ايه؟ بومبر، بومبر، نكتب بومبر وخلاص. لا انا عارف ده ايه. يلا ندوس كونفيرم بقى. اوبا، الله الله الله. مين الناس دول؟ السباق مش عارف ليه حاسس انه عامل زي الرالي. سباقات الرالي بتبقى جامده قوي يا جماعه، هو من الواضح ان هو يبقى سباق رالي. هو رالي، رالي شكله رالي. الله، وفي الغابات وفي القبة. اوبا يا جدعان، ايه ده، كلها معموله الترا تلقائي. طب والله كلام جميل، يعني الواحد مش هيتعب في انه يظبط حاجه. في العاب على فكره بتريح الواحد، اوتوماتيك بتقرا مواصفات الجهاز، اوتوماتيك لو الجهاز عالي تشغل كل حاجه الترا تلقائي. الالعاب دي بحبها قوي، اللي من النوعيه دي بتبقى مريحه جدا. يعني ماشي، يلا بينا نبدا الجيم بلاي. There are even more drivers in the title hunt this year. Perhaps there's even a new off-road master amongst them. Stay strong. Now we're getting serious. وبنلعب بعربية تويوتا. العربية ما بتمشيش ليه؟ بريس ايه هي كده؟ ده مانوال بقى. اوبا، العربية من جوه جامدة يا جماعة، عمالين نسوق على البحر اهو. احنا بنلعب جاتا في ولا ايه؟ البحر اهو، البحر. اوبا، لا اوعى اخش في البحر، مش ناقصة. نفسي اسبق بقى، نفسي افرحكم كده يا جماعه، واسبق واكسب في لعبه سباق. نفسي نفسي امنيه حياتي افرحكم واكسب في لعبه سباق. يا باي، ايه ده، انا خرجت بره التراك. في ايه، العربيه مالها؟ ما ترجعي. العربيه بترجعش، زمزقت. طب ثواني يا جماعه، معلش اخليها اوتوماتيك عشان انا ماليش في الكلام ده، انا ماليش في المانوال، معلش يا جماعة. ايه ده، سيمو اوتوماتيك ايه؟ انا عايز اوتوماتيك. ماشي، يلا يلا نسبق، نبدأ السباق وخلاص. There are even more drivers in the title hunt this year. Perhaps there's even a new off-road master amongst them. Stay strong. Now we're getting serious. السباق جامد جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين. والله بص، حاطط كاوتش احتياطي فوق العربية. الله 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 الله، سواقة العربية جميلة. الله، بس هدي هدي هدي. ايه ده، الفرامل؟ اوبا، معلش يا جماعة انا معرفش الفرامل منين. زد زد، معلش. يلا حصل خير، وحياتكم اكسب بقى، حرام عليكم، بوظتوا منظري قدام المشتركين. حرام كده، قلبتوا لي العربية بالقرف. اكسب يا جماعة متقلقوش.
ديت ورواية. اه لا ايه ده، لا يرجع، لا لا مش عايز يرجع، انا مش عايزه يرجع. ايه ده ايه ده، اللعبة جبارة يا جماعة، بجد جبارة. أنا الأخير ولا إيه؟ قدام عربيات بالهبل، سبقوني كلهم. حاسب كده ده، انا ايه ده، انا السابع. المشكلة ان انا عامل لاب واحد، يعني حتى ما قداميش فرصة ان انا وسع يا عم الحاج كده، بقول لك وسع. اوبا، لا 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 لا، النطة دي انا مش سبقوني تاني. ده واضح ان اللي هو لاب واحد بس ايه طويل. اوبا هنخش في المية دي، اوبا بتفكرني بفار كراي لما نخش في المية بيحصل كده. والله حرام، انا السابع يا جدعان. لا كده مش هينفع. Not bad for the first race, huh? And to think the نوت first باد race, ايه يا عم انت بتجاملني، انا عايدها عشان خاطركم يا جماعه. ايه ده، ده بدأ يظهر اماكن جديدة بقى وحاجات جديدة. طب ما نغير بقى، نروح الاسكا. ماشي الاسكا. ابها العربية دي خلاص يا جماعة بقى. ايه ده، العربيات بدأت تظهر. ايه ده بس، ده مطلوب ليفلات عالية عشان اجيب العربيات الجامدة ده يا جدعان. اوبا، يا نهار اسود يا نهار اسود على الجمال. اوف يا لهوي، خلاص نلعب باللي موجودة دي وخلاص. ايه ده، ده في منها 3 اشكال. ايه ده، مقدرش العب اللاب دي. ماشي، طب عايز اغير وقت اليوم برضو مقدرش لسه، لسه برضو. ماشي يلا نبدأ الريس. لا المرة دي لازم اكسب بقى، يعني كده مش هينفع. لا بجد مش هينفع كده. Stay tuned. انا لو ما كسبتش منظري قدامكم هيبقى وحش قوي بجد. اوبا، شايفين الدركسيون من جوه؟ يا سلام، انا اجيب العربيه من بره عشان اعرف اكسب بقى، مش هينفع كده. وسعوا للفف بقى، وسعوا للفف. بس بقى لازم ازنق عليكم كده يا باي، انتوا زهقتوني بقى. تعالى تعالى يا كلب، بص بقى يا عم، عايز اكسب سباق بقى. انا مش عارف اكسب لكم سباق على القناه يا جدعان، انا على طول بخسر. ما اعرفش العاب السباق رزله كده ليه. بص بقى يا عم انت وهو يا عم، بص بقى يا اخي بقى، احسن استاهل يا كلب انت وهو. عربيتين اتقلبوا، انا بقيت الرابع. والله لو ما طلعت الاول حرام بقى. اوف اوف، هدي شوية هدي شوية في الحتة دي.
لا 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 لا، انا داخل في الجناين ليه؟ انا بعيد عن السباق ليه كده؟ ممكن اخش من هنا اهو. التالت التالت، ايه ده؟ في ايه؟ انا ايه ده؟ انا رجعت السابع ليه؟ انا عملت ايه؟ حرام والله. حرام، انا طلعت بره السباق بقى ولا ايه؟ حرام والله لو كسبوني. هجيبكوا هجيبكوا. لازم اخش من الدواري البرتقالي دي، العصيان البرتقالي دي. خش بحسب انت. يلا انا السادس، واحد على اعصابه. ايه ده؟ السباق هيخلص؟ ده خلاص خرج ومن ال... حرام والله. بص يا جماعة، أنا أول مرة طلعت السابع، تاني مرة السادس، يعني 6 فيديوهات كمان كده ولا حاجة أطلع الأول. طب بصوا، آخر مرة أنا عشان خاطركم. إيه ده؟ عربية تالتة. طيب هي أملنا بقى في العربية دي، أملنا في العربية دي، هي دي اللي هتكسبنا بقى ان شاء الله. لا، هي دي، هي دي اللي هتكسبنا. العربية دي التويوتا، التويوتا الياباني، هي التويوتا الياباني، هي التويوتا الياباني. بس لازم اكسب النهاردة، مش هينفع كده. ما بصراحة ايه ده؟ ايوه، العربية دي أصلا اللي أنا شفتها لما شفت اللعبة، لما شفت صور للعبة على جوجل، هي دي العربية اللي أنا شفتها. فجميلة، وحياتكم بقى. لا المرة دي أصل مش هينفع، خلاص المرة دي. إيه ده؟ إيه ده؟ جبت العربية من ضهرها. أصل المرة دي بجد مش هينفع، ما أكسبش بقى، حرام حرام. إيه ده؟ 5 لبات، كويس عشان إن أنا إيه، يبقى قدامي فرصة. يا نهار أسود، بس واضح انهم 5 لبات قصيرين. ايه ده؟ الراجل مركب تكييف في ظهر العربية ولا ايه؟ بص، في مروحة. انا اعرف ان التكييف بتاع العربية ما بيبقاش كده، ولا دي تلاجة دي ولا ايه؟ مش فاهم انا. انا الخامس يا جدعان، انا الخامس. يا نهار اسود، ده انا في اللاب التاني، ده فعلا لبات قصيرة. وسعوا لي بقى كده. يا اخي تكون قرف. انا التالت يا جدعان. ده انا اللاب التالت. يا نهار اسود يا اخي، انا ما اعرفش العاب السباق بتبقى متصممه غلسه ولا انا اللي نوب ولا ايه، مش فاهم. قولوا لي بصراحة، مش هتضايق. اوف اوف، لا ده خلاص خلاص خلاص، ما عادش الا لاب واحد. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار ابيض. ابيض ولا اسود؟ مش مشكلة، مش وقته. ده بجد ما عادش الا لاب واحد. بس يا اخي بقى، والله حرام كده. ايش يخرب بيتك؟ ايه ده؟ If you didn't faint watching this race, you're used to strong emotions. The meeting خلاص بقى، كفاية كده، اتخنقت. التالت اهو، كويس بقى وخلاص. باي باي.